السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاجل لكل شخص يحمل الكملك أو الإقامة أو أي شخص أتى إلى تركيا. بداية ضعوا إعجاب للفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لأنه في معلومات جدا هامة للجميع. اليوم كان في مقابلة إخواني الكرام لمدير الاندماج والتواصل برئاسة الهجرة. تم عمل المقابلة على قناة تيريتي بالعربي وتم مناقشة جميع الأمور التي تخص الأجانب في تركيا سواء حاملين الإقامات أو حاملين الكملك، وفي أمور انطلبت من الجميع يا أخوان رح نقولكم إياها من خلال هذا الفيديو بشكل سريع ومختصر. أول شيء تم التصريح عنه إخواني إنه إدارات الهجرة ما في إلا أي وسيط أو أي منظمة، يعني الأشخاص اللي عم يقدموا أي أوراق عن طريق السماسرة هذا الشيء عم يسبب مشاكل بالنسبة لهم. كما صرح مدير الاندماج والتواصل وقال بأنه بالنسبة للأشخاص حتى اللي بدهم يقدموا على الإقامات بإمكانهم التقديم على الإقامات بنفسهم من خلال الموقع الرسمي التابع لإدارة الهجرة، وهذا الموقع عم يكون متاح باللغة العربية وسبعة لغات أيضا. كما أوصى يا إخوان إنه أي شخص لديه حق البقاء في تركيا سواء عنده كملك أو عنده إقامة أو أيا كان، يعني شخص مقيم على الأراضي التركية مطلوب منه حضور دورة الاندماج، يعني عندك كملك أو عندك إقامة عندك حماية دولية لازم تحضر دورة الاندماج. هذا الموضوع انطلب من جميع الأجانب المقيمين في تركيا. ونوه أيضا بأن دورات الاندماج مجانية ويتم التسجيل عليها من خلال الرابط اللي رح خلي لكم إياه بأول تعليق مثبت مع الفيديو وكيفية التسجيل. وقال أيضا بأنه بيتم إضافة شهادة الاندماج على ملف هذا الشخص بإدارة الهجرة، وأول موضوع رح يتم النظر إليه سواء من شان جنسية تركية أو من شان أي طلب بيقدمه الأجنبي لإدارة الهجرة، أول شغلة رح ينظروا عليها يا أخوان هي شهادة الاندماج. في حال هذا الشخص عنده شهادة اندماج بتمشي أموره، أما إذا ما كان عنده شهادة اندماج فما رح تمشي أموره أبدا. يعني شهادة الاندماج مهمة من شان أي موضوع، من شان الجنسية أو من شان أي موضوع آخر، كما صرح مدير التواصل والاندماج في رئاسة الهجرة. وبالنسبة للغة التركية هي عم تكون أمر مهم جدا للتواصل بين الشعوب، وأوصى الجميع بتعلم اللغة التركية. حبيت أن أقول لكم يا أخوان ملخص المقابلة اللي حصلت اليوم مع مدير الاندماج والتواصل. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.